انتخبت كما التوانسه الكل باش نتمتع بحريه وبحقوق، فما حقوق هذوك لابد منهم، فهمت لا، وباش نقوم بواجبي كمواطن. ثقاك ترى فيا بالعكاز ونجي ونسكن بعيد شويه، أما واجب هذاك. هذاك فما ناس ماتوا على خاطر هالانتخابات هذو. سلسلة كبيرة من تضحيات نتاع الشعب التونسي باش وصلنا لهالنهار هذايا. الشخصية اللي اخترتها مقتنعة بها 100%، اون اسبيرون كو سوسوا لا بون بيرسون إن شاء الله لبلادنا، وإن شاء الله على الاستقراء، وإن شاء الله التعليم إيسونسيلمون، خاطر ديما نقولوها ونعاود، إن شاء الله كو سوسوا كو سأي سور أون بون فوا. وان شاء الله يا ربي ربي معنا، وان شاء الله النتيجه تكون دو توت لي فاسون باهيه للبلاد ان شاء الله.